فاطمة الحربي، روان عثمان، ويوسف الأزهري، شخصيات عربية ظهرت في مقابلة لموقع ديلي واير الأمريكي على أنها تعبير عن ردة فعل العرب على أحداث 7 أكتوبر. تصريحات هؤلاء تضامن وانحياز واضح للاحتلال وشجب للمقاومة مع تصويرها كقوى إرهابية تشبه تنظيم الدولة الإسلامية. آراء مستغربة دفعتنا للبحث عن الهوية الحقيقية لتلك الشخصيات اعتماداً على فريق التحقق من خلال المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي. فاطمة حسن الحربي كاتبة بحرينية من بين أبرز الشخصيات المطبعة في البحرين، كانت من أوائل من أحيا ذكرى المحرقة النازية الهولوكوست في الخليج العربي، وكانت ضمن الوفد الخليجي إلى إسرائيل خلال اتفاقيات التطبيع في سبتمبر أيلول عام 2020 التي عرفت باتفاقيات أبراهام. كما ظهرت في مقابلة على قناة كان الإسرائيلية عام 2021 خلال قدومها إلى الأراضي المحتلة للمرة الثانية رفقة وفد من البحرين. روان جابرييل عثمان ناشطة وكاتبة لبنانية سورية، لكنها تعرف نفسها بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صهيونية. هي كاتبة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط وصاحبة كتاب الإسرائيليون أعداء أم أصدقاء، كما أنها عضو المجلس العربي للتكامل الإقليمي وصاحبة برنامج كلنا للحوار من أجل التغيير الذي يروج إلى أن وجود إسرائيل في المنطقة ليس سبب أزمات الدول المجاورة، وهي كاتبة عمود في موقع The Time of Israel. ولا تخفي روان في تصريحاتها تضامنها الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتبار أن القضية الفلسطينية لا تهمها. أما الشخص الثالث المشارك في المقابلة فهو المغربي يوسف الأزهري الذي زار إسرائيل في مايو 2022، ويظهر هنا إلى جانب سفير أمريكا السابق لدى إسرائيل دانييل شابيرو، كما التقى رئيس بعثة إسرائيل للمغرب وسفيرها السابق لدى نيروبي إيال ديفيد. بالبحث حول هذه الشخصيات توقف تحقيقنا عند رابط مشترك بينهم، وهو منظمة شراكة، حيث أن فاطمة الحربي تشغل منصب نائب رئيس هذه المنظمة في البحرين، ويوسف الأزهري ممثلها في المغرب، كما أن روان عثمان عضو في المنظمة أيضاً. فما هي منظمة شراكة؟ بحسب موقعها الرسمي تعرف منظمة شراكة نفسها بمنظمة شعبية تتطلع إلى تعزيز الروابط بين إسرائيل والعالم العربي. لهذه المنظمة ممثلون في عدة دول حول العالم، منها دول عربية كالإمارات والبحرين والمغرب، وتضم بين أعضائها أسماء ناطقة بالعربية تتبنى الرواية الإسرائيلية كيحيى محاميد الذي سبق أن رصدنا نشاطه السياسي في تحقيق سابق لوحدتنا. تحظى هذه المنظمة باهتمام سياسي كبير في إسرائيل، حيث روج لها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو على حسابه الرسمي، وتلقى أعضاؤها تهنئة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي السابق جابي أشكنازي عقب انطلاقها. هذه النتائج دفعت تحقيقنا إلى البحث أكثر في تفاصيل هرم منظمة شراكة، والتي يظهر على رأسها الإسرائيلي أميد درعي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها إلى جانب كونه شريكاً مؤسساً لها، بينما يتولى الكاتب الأمريكي دان فيفرمان ذو الأصول الإسرائيلية منصب المدير التنفيذي، ويشتركان أيضاً في كونهما ضابطين سابقين في الجيش الإسرائيلي. خدم درعي لمدة 10 سنوات في جيش الاحتلال، كما أنه مؤسس ومشترك في عدة منظمات ومبادرات تهدف في مجملها إلى الترويج للخطاب الإسرائيلي الصهيوني، كأكاديمية القيادة الاجتماعية ومنظمة الاحتياطيين في الخدمة التي أنشأت برنامج مجموعة الأقليات الذي يستهدف الأقليات ليروج بينهم الرواية والتوجهات الإسرائيلية وينفي أنها دولة فصل عنصري. كما يظهر من جديد اسم أحد أبرز المروجين للدعاية الصهيونية باللغة العربية، وهو اسم جولنار مودي التي سبق أن رصدنا نشاطها السياسي. تحقيقنا رصد أيضاً بعض الأسماء البارزة ضمن أعضاء منظمة شراكة كلورينا الخطيب، والموظفة في وزارة الخارجية الإسرائيلية
والتي تظهر في عدة مناسبات للترويج لأهمية عملها في العالم العربي واتفاقيات السلام. هذه الشخصيات تكشف عن شبكة مترابطة يجمعها النشاط الترويجي الداعم لإسرائيل، حتى أن عملها لم يتوقف عند الترويج للتطبيع فحسب، بل أصبحت الصدى الإعلامي للدعاية الصهيونية بما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة. النتائج التي توصل إليها تحقيقنا تطابقت بشكل واضح مع الرؤية والتوجه السياسي لداعمي وشركاء منظمة شراكة، على رأسهم معهد السلام الأمريكي أبراهام أكوردز، وكذلك مجموعة أبراهام أكوردز البريطانية، وهي المؤسسات التي كان لها الدور الأكبر في تجسيد مفهوم التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.